الغفاري قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم على حمار كذا. المهم عند غروب الشمس قال النبي: فإنها تغرب في عين حمئة. هنا أيها الأحبة، فإنها تغرب في عين حمئة. التقط الملحدون هذه الكلمة وقالوا: النبي يصدر الأساطير ويقول إن الشمس تسقط في عين من الطين، حمئة يعني طينية. طبعا حمئة يعني حامية، لأنه في قراءة ثانية عين حامية، أو في رواية ثانية. طيب أنا هل النبي قال إنها تسقط؟ لم يقل تسقط، قال تغرب. طيب ما معنى تغرب؟ دعونا نفكر بالألفاظ أيها الأحبة. لو قال إنها تدخل في عين حمئة كان هناك يعني قول. لو قال تسقط، لو قال تدخل، لو قال تلج، لو قال كذا. أما إن قال تغرب يعني تختفي، تغيب، تغيب عنا. مثل شخص أنا أقول غاب في الجبل، غاب في الغابة، اختفى في الغابة، اختفى عني في الغابة، لا يعني أنه أن الغابة ابتلعته، يعني هو ربما وراء الغابة، ربما ما اختفى في الشجر، لا يعني أنه دخل في الشجر. فالشمس تغرب في عين حمئة أي تختفي وراء عين حمئة. طيب كيف أنا أستطيع أن أفهم هذا الكلام؟ أنا سأخذكم الآن أيها الأحبة إلى موقع جوجل إيرث، واضح؟ موقع جوجل إيرث هذا هو أيها الأحبة. هذه هي الأرض، طبعا كرتنا الأرضية، انظروا. طبعا النبي كان هنا في الجزيرة العربية، في مكة والمدينة هنا، أتصور السهم واضح. طيب هنا الشرق على اليمين وهنا الغرب. أقصى نقطة في الغرب، لو وضعنا مكة هي مركز اليابسة، وهي التي نزل فيها القرآن حقيقة، أو نزل جزء المكي من القرآن، والمدينة قريبة منها. هنا الشرق على اليمين وهنا الغرب. طيب ذو القرنين الله أعطاه من كل شيء سببا فأتبع سببا، كان لديه أسباب السفر، كان لف، يعني لف الأرض كلها. ذو القرنين بلغ حتى إذا بلغ مغرب الشمس، حتى إذا بلغ مغرب الشمس، هنا مغرب الشمس، لنذهب إلى الغرب. هنا مصر، ليبيا، الجزائر، المغرب كذا، هذه شمال أفريقيا، وهنا المحيط. وهنا قارة أمريكا الشمالية والجنوبية هنا، تمام. أنا أذهب باتجاه الغرب. ما هي أبعد نقطة هنا باتجاه الغرب؟ طبعا إذا لففنا سنعود حيث بدأنا. هنا اليابان والصين، هنا الصين أيها الأحبة. وهنا الهند، وهنا طبعا يعني الجزيرة العربية. عدنا إلى حيث بدأنا. طب لو أخذنا أقصى نقطة في الغرب، هنا أقصى نقطة مأهولة هنا، أو نقطة هنا تغيب عليها الشمس في الغرب، ما هي؟ أنا دعوني أكبر أيها الأحبة. هنا لاحظتم، هنا هذه المنطقة ظهرت، هذه أقصى منطقة تغرب فيها الشمس، واضح أيها الأحبة؟ هذه أقصى منطقة تغرب فيها الشمس. بعد ذلك سيصبح الشرق، لأنه من الجهة الأخرى. طيب ماذا يوجد هنا؟ هل يوجد عين حمئة هنا؟ يعني هذا السؤال. هذه المنطقة اكتشفت
في العصر الحديث لم تكن معلومة زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن القرآن قال أن ذا القرنين وصل إلى هذه المنطقة، آتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، أي أتبع رحلاته حول الأرض وأوتي يعني من كل شيء، فبلغ مناطق تقريبا لف الكرة الأرضية كلها، وبلغ مغرب الشمس هنا، سأكبر قليلا أيها الأحبة، مغرب الشمس ماذا يوجد هنا؟ انظروا، هذه الجزر هي جزر هاواي، جزر هاواي. طيب ماذا يوجد فيها؟ يوجد فيها العين الحمئة هنا في أقصى الغرب، هنا يوجد عيون ملتهبة أيها الأحبة، سأكبر، هنا في هذه المنطقة، وهنا طبعا كلها جزر ملتهبة، هذه جزر بركانية، هذه تتدفق منها الحمم المنصهرة باستمرار، تمام أيها الأحبة، أنا أكبر الآن على فكرة. هنا لو تأملنا هنا نجد، لو يعني فتحنا فيديوهات لنشاهد، نجد هنا البحر المسجور، نجد حمما تتدفق في بالقرب من البحار هنا، ونجد أن هناك يعني ما يشبه العين الحمئة التي تتدفق منها حمم منصهرة، وهي نشطة منذ مئات أو آلاف السنين أيها الأحبة، هنا في هذه الجزر، طبعا هذه الجزر كلها ملتهبة، وهي في أقصى منطقة من الغرب أيها الأحبة، أقصى منطقة تغرب عليها الشمس. يعني تصوروا مثلا الآن لو وقف هنا سيدنا ذو القرنين، لو وقف هنا مثلا، وهنا الغرب على اليسار، سيشاهد غروب الشمس وراء هذه العيون الحمئة، العيون الملتهبة هنا. القرآن وصف لنا هذا المشهد، هو قال حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. يعني أنا هنا سأقوم بتجربة أيها الأحبة، فقط لكي يعني تجربة مباشرة من اليوتيوب، سأذهب إلى اليوتيوب هنا، سأكتب هاواي مثلا، هاواي، وسأكتب مثلا لافا حمم منصهرة يعني، وأضغط. انظروا أيها الأحبة، هذه المنطقة تتميز، انظروا، أنا أبحث عبر يوتيوب الآن، أنا أبحث عبر يوتيوب، هنا انظروا كيف تتدفق الحمم المنصهرة هنا، منطقة هاواي أقصى الغرب، أقصى منطقة في الغرب، ميزتها هي أنها عيون حمئة، هي تتميز بذلك، انظروا أيها الأحبة، يعني انظروا، أنا الآن لن أدخل إلى هذه الفيديوهات بسبب حقوق الطبع والنشر، لكن فقط سنشاهد فقط هنا، تأملوا أحبتي في الله كيف ينصب هنا ماء الحمم، تنصب وتلهب ماء البحر في هذه المنطقة أحبتي في الله، تصوروا، وتحدث انفجارات عنيفة. أنا فقط كتبت لافا وكتبت حمم منصهرة هنا، انظروا، دعوني فقط أتأمل هذا الفيديو، فقط أتأمله بسرعة، على ما يبدو أنه مأخوذ من موقع جوجل الذي نفتحه هنا أيها الأحبة، هذه عين حمئة هنا، هذه عين حمئة هنا،
عين حمئة. هذه الصورة ملتقطة من قبل وكالة الجيولوجيا الأمريكية USGS. هذه عين حمئة، شكلها يشبه العين، تمام أيها الأحبة، وهذه صورة حقيقية لها، وهنا أيضا هذه الصورة، وهذه في الليل، هذه صورة في الليل. انظر، هذه العين، هذه أيها الأحبة، إذن هذه هي العين الحمئة، وهناك عيون، ليس عين واحدة، يعني هناك عيون كثيرة، ولكن هذه ربما أكبرها. هنا حمى منصهرة تتدفق. هذه العين عندما تغرب الشمس يظهر مشهد رائع جدا، غروب الشمس في هاواي، غروب الشمس، اكتبوا غروب الشمس في هاواي، ستجدوا يعني شيء، مناظر رائعة جدا أيها الأحبة. إذن هذه العيون الحمئة أحبتي في الله، هذه العين، انظروا. طبعا هو يستخدم جوجل إيرث، أنا يمكن أن أعود وأستخدم معكم جوجل إيرث وأكتب هنا، أكتب هنا هاواي مثلا، لافا مثلا، تجد هذه المناطق التي كما نرى أمامنا، جزر هاواي، هذه مجموعة كبيرة من الجزر، منها ما هو صغير ومنها ما هو كبير، ولكن هنا مغرب الشمس، أقصى نقطة على اليابسة تغرب منها الشمس، ما تبقى كله بحار حولها، وتتميز بأنها مليئة بالعيون الحمئة، الحمم، حمم، في قراءة أو في رواية حامية، عين حامية أي ملتهبة، وفي التفاسير ورد هذا الكلام أيضا، لا نريد أن نقحم يعني في التفاسير الآن، ولكن أقول أيها الأحبة، هذه بعض المناطق هنا كما نرى أمامنا، انظروا، منطقة كلها ملتهبة، انظروا كيف تتدفق هذه الحمم المنصهرة في هاواي، هذه من هاواي على فكرة، من جزر هاواي، إحدى العيون الحمئة هنا تتدفق منها، وهنا يتدفق النار أو الحمم المنصهرة تتدفق على البحر، انظروا عندنا. طبعا يعني أشياء كثيرة جدا، أشياء كثيرة جدا، وهنا أيضا هذا وكالة الجيولوجيا الأمريكية أيضا، انظروا حتى هنا سيارات تشتعل، هنا سيارات قد تشتعل بسبب هذه الحمم المنصهرة، خطيرة جدا. طيب أنا أقول أحبتي في الله، يعني بالله عليكم، من يستطيع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أن يصف أن الشمس تغرب في عين حمئة؟ من يستطيع؟ من أخبر النبي أن هناك عيون ملتهبة في أقصى الغرب ليتحدث عنها؟ ثم يأتي المشككون ويقول إن النبي كان يعتقد أن الشمس تسقط في الطين. طيب هل الآية تقول ذلك؟ هل الحديث يقول ذلك؟ يعني دعوني أعود معكم لحديث حبيبنا عليه الصلاة والسلام، الحديث هنا قال فإنها تغرب في عين حمئة، واضح، تغرب تغيب في عين حمئة، يعني وراء هذه العين الحمئة، لأن الشمس غير معقول يعني كل هذه الشمس تدخل في بئر مثلا، يعني حتى بالمنطق يعني تنطلق حتى تخر ساجدة لربها تحت العرش، فإذا حان وقت خروجها أذن لها. وهنا كلمة تنطلق أيها الأحبة، أثبت العلم أن الشمس تتحرك حول المجرة
لتتم دورة واحدة كل 225 مليون سنة بسرعة هائلة جدا. أتذكر بحدود أكثر 100,000 كيلومتر في الساعة، أكثر 100,000 كيلو، تنطلق بشكل مسرع جدا. انظروا، حتى النبي عبر بكلمة تنطلق، أن الشمس تنطلق. طب لو كان النبي، يعني السؤال أحبتي في الله، لو كان يعتقد أنها قرص ويسقط في البئر أو في مستنقع طين، لماذا يقول تنطلق حتى تخر ساجدة لربها تحت العرش؟ يعني هو يعلم أنها لا تقترب من الأرض أصلا. يعني احترموا أيها الملحدون، احترموا عقول الناس يا أخي، لا تشككوا الناس، لأن هذا التشكيك سيكتشف بسهولة. لو كان النبي يريد أن يقول إنها تسقط في البئر مثلا، أو في العين الملتهبة، أو في عين من الطين، أو في مستنقع من الطين، لقال ثم تخرج، لا يقول تنطلق حتى تخر ساجدة، وهي تنطلق بشكل مستمر، تتحرك لربها تحت العرش، فإذا حان وقت خروجها أذن لها فتخرج فتطلع، فإذا أراد الله أن يطلعها من حيث تغرب حبسها، فتقول يا ربي إن مسيري بعيد، فيقول لها اطلعي من حيث غبت. يعني هو يعلم أن الشمس ستعود لتشرق، تقول له يا رب إن مسيري بعيد، يعني ستعود لتشرق مرة أخرى، وهي تتحرك كما قلنا حول مركز المجرة بسرعة هائلة جدا، بحيث تتم دورة كاملة كل 250 أو 225 مليون سنة لتقطع مسافة هائلة، يعني تقريبا نصف قطر دوران الشمس حول المجرة بحدود 30 أو أكثر، 30,000 سنة ضوئية، يعني 30 أو 300,000 مليون كيلومتر، هذا فقط نصف القطر أو ربما أكثر، يعني أنا لا أتذكر الأرقام، ولكن أقول إن الشمس تنطلق بسرعة هائلة جدا، وهي بشكل دائم ساجدة تحت العرش، الله وضع لها قوانين لا تستطيع أن تخالفها، الجبل لا يستطيع أن يخالف القوانين التي وضعها الله عليه، الحجر لا يستطيع، الذرة لا تستطيع أن تخالف هذه القوانين، كل ذرة من ذرات الكون تسير بقوانين محكمة. الله يقول لها اطلعي من حيث غبتي، أمر غيبي، مثل يوم القيامة، هذا حديث غيب، فيه جزء أيها الأحبة ما يتعلق بمغرب الشمس في العين الحمئة، كما قلنا هذا جزء نستطيع أن نراه في جزر هاواي، مغرب الشمس ومليئة بالعيون الحمئة، أما سجود الشمس لا نراه، العرش لا نرى، كيف تقول إن هذا الحديث يخالف العلم الحديث؟ العلم لم يكتشف شيء حتى الآن أيها الأحبة، العلم حتى سر التعلم عند الإنسان لم يكتشفه، لا زال العلماء يعتبرون أن الإنسان هو قرد ناطق فقط.